صباح الخير. النهارده الويكند مستني من بدايه الاسبوع عشان دخلت السكن الجامعي وكنت محتاج حاجات كتير للاوضه بتاعتي. ننزل النهارده مع بعض واي حاجه محتاجها للاوضه هنجيبها. تخيل كده لو عندك عربيه وعايز تطلع بيها بتعاني معاناه مش لطيفه عشان تتحرك بيها، فبيكون افضل طريقه هي الاتوبيس. طيب في البرد ده مش هينفع غير المشروب ده. يلا يلا منا. طيب احنا وصلنا المحل اللي هنشتري منه الطلبات. المحل ما شاء الله يعني ضخم بطريقة فظيعة، فهنشوف ايه اللي ناقصنا وهنجيبه ان شاء الله. محتاجين الرول ده عشان الباب، ده يغطي كم متر؟ ده 45 سنتي في 8 متر. يعني هو الباب تقريبا متر في متر ونص او متر في مترين تقريبا، يعني يغطي الباب. تنفع دي؟ استنى، اللون ده احلى ولا اللون ده؟ اللون ده؟ طيب خلاص ناخد اللون ده. او خليك طالما الباب خليك على اللون ده. ما تحيرنيش، هو الاثنين هيغطي 8 متر برضه. خلاص ناخد اللون ده عشان افتح. كل الحيطه لونها كحلي اهو. بص الرول ده جميل. نفتح كده، لف العكس للحيطه، هيبقى حلو. هيبقى حلو للحيطه صح؟ هيبقى حلو قوي للحيطه، لونه حلو. مفيش غير اثنين بس، يعني مش هيغطي الحيطه. بس عامل كام؟ مش عارف. المشكله انه لازم يغطي كله. مش هينفع، ده اثنين بس. نشوف لون تاني. ده اللون ده حلو، شبه فاشل. تعالى. طيب بص، دي جميلة، دي ممكن احسن من الورق. حتى لو صورنا في الأوضة هيكون في عزل. سعرها حلو، يعني تقريبا دولار 1 2 3 4. الاربعة يعملوا متر، 1 2 3 4 يعني دولار 2 متر، يعني تقريبا 4 متر، هيغطي 4 متر في الحيطة. وسعرها 95، رخيصة. 95 جنيه، رخيصة يعني. جميل عن التاني، جميل عن ورا الحائط اصلا. بس مش عارف هيتوسخ ولا ايه النظام اللي بيتاخد لون ده. الله الله على الستاير، ما شاء الله. طلعت بيم باك، بس سعرها يخد. مش عارف هو بس سعرها يخد. يا نهار اسود، بص سعرها اصلا، يا نهار اسود. يخد ابعد دكتور، انا الحاجات دي غلط. يلا طيب، اقسم بالله هوريك حاجه مش شفتهاش في حياتي. المخده الفلانيه ب 80 اصلا. بص 88. والله حرام تتساب 20 جنيه. بص دي يا اسطى، اقسم بالله حلوه، بتتحط عند الباب، شكلها نضيف قوي. في منها الوان، استنى في منها الوان. الاسعار رخيصه هنا في السجاجيد، او مش رخيصه بس حلوه. مش استنى ناخد الشكل ده. الله. بص المطبخ يا اسطى، الكياس نفسهم قوي. ما شاء الله، بص ده جميل. الله، بس كل حاجه مكتوب عليها سعرها. يعني مثلا الترابيزه دي ثمنها 17، كرسي 8 و4،
انت بتجمع يعني بتجمع براحتك، بس هو بيجمع لك شكل المطبخ عشان يديك ديكور معين. بالظبط بيديك ديكور معين للمطبخ. تعال نشوف المطبخ ده عشان حاطين هنا تلفزيون ده شفاط مش عارف ليه. مطبخ كمان شياكه. حلو حلو. في حاجات عليها خصومات على الرجال. دخلي لي الشقه خلي لي الجواز. لا في حاجه عامله ده 8 متر عامل 1500. استنى كده عامل 500 المتر. بص الحته دي جميله. خليك من اللي راكب. بحب الرمادي. خليك من اللي راكب. في واحد تعالى اوريك. والله العظيم جميله. عاملة كام؟ مش عارف 1300 دي بتاعت الباركيه ده ولا 485؟ لا هي انا متر 485. ما هنا هحط لك المتر مش متر اهو الدسته كامله. ما هي متر في متر. ما الدسته بتكفي متر يعني. بص تعالى اوريك الدسته بتفتح ازاي. ادي الدسته اهي. هو فرش لك الدسته فرشها لك. بص يعني مثلا دي عامله 572 متر، دي عامله 430 متر. شياكه ورخيصه يعني. شياكه ورخيصه يعني. انت متخيل المتر ده ب 100 جنيه مصري؟ متخيل تفرش اوضه تقريبا مش معديه ال حرفيا الاوضه مش هتعدي 1000 جنيه يعني. اهو تعالى ونرمي محتاج لمبه للمكتب بتاعه. متاش فنشوف لمبه هنا صيارين مش حبوا. طب في دي اطول شويه. بتجيب ايه اصلا؟ طب استنى في عالي هنا. مش لاقي منها اصلا. ايه؟ تعال اهي. تاخد البيضة؟ خليه اسود جنب اللابتوب بتاعك ابيض. لا لا حلو البيض. طبعا نشتري لمبة للأباجورة. فوت يلا. الحوار ده بقى انضف من الفريش باز يا جدعان. تعمله توصيله تحت الحوض او انت عايز بيشتغل. بالظبط بيشتغل معاك زي الفريش باس كده. ده قسم الزهور. ما شاء الله كل ده اللي من غير شمس ب 222. مش عارف هي دي الباقه ولا الورده الواحده. نفتايه مزروعه اصلا. دي النفتايه. النفتايه خدها انت وتزرعها بالبذور بتاعتها. اول مره اشوف صباره باللون ده. وده ده ممكن يكون مشهور شويه بس. بص اللون ده. اللون ده فظيع. جميل جدا. بس انا في لون كمان جوه. خلي بالك ما شاء الله. ايه؟ خلي بالك من الصنفه. دي بوتس. دي تقريبا دي اسمها زرعه بوتس. المخضرمه؟ لا لا دي اسمها زرعه بوتس تقريبا. بتتحط في تربه اسمها بوتس. ولا اشتريها يوما ما. هي بس بتشك. طيب احنا قررنا ان احنا نزرع لان سعر الشتلة غالي. ودي تقريبا سعرها 14 روبل يعني تقريبا 3 جنيه مصري سعر البذور. فممكن ناخد احنا البذور ونجرب نزرع. بس انا عارف انها هتطلع تجربة فاشل في الاخر مش تطلع الزرع. طيب وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. هنروح نحاسب وستنونا في فيديو جديد. يا رب يكون الفيديو عجبكم.